بيتك يا سعود بن خميس، ايش هذا الصوت الفنان يا اخي؟ ايش هذا؟ ما من خبر من انا من رد ليل ما عفته. ايش هذا يا هيدز؟ بسم الله ما شاء الله على صوتك، اليوم جايب لكم معركة اصوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد وتحدي عمالقة جديد. اليوم راح تكون اول حلقة من السلسلة النظيفة اللي انا راح اسويها. السلسلة كالتالي اللي انا راح اسويها، راح اجيب اثنين فنانين مشهورين واصواتهم راح تكون جدا حلوة. راح اجيب الفنانين اقارن اصواتهم ببعض، وبالاخير راح نقيم صوت واحد فيهم، واللي يفوز راح يتأهل معنا للفيديو الثاني. فهمتوا السلسلة كيف؟ وراح اسمي هذه السلسلة تحدي العمالقة. راح تكون سلسلة بإذن الله جدا حلوة. يعني اليوم التحدي الأسطوري بين سعود بن خميس الفنان الأسطوري والمعروف لا يعرف حبيبي، وبين مصطفى العتابي الملقب بهيدز. اثنين هذول أصواتهم جدا تجنن، جدا أصواتهم مش طبيعية، حريقة. الاثنين هذول راح نسوي بينهم تحدي، تمام؟ واللي يفوز راح نجيبه في الفيديو القادم. يعني إذا سعود فاز، الجزء الثاني من هذا الفيديو راح يكون بين سعود وبين واحد ثاني، وإذا مصطفى العتابي فاز، الفيديو القادم راح يكون بين مصطفى وبين واحد ثاني غير سعود بن خميس. فإن شاء الله وصلت ليكم فكرة السلسلة اللي أنا ودي أسويها بين فنانين الوطن العربي. فما ودي أطول عليكم في المقدمة، إذا أنت ما حطت لايك حط لايك واشتراك وفعل الجرس لدعمي عشان أوصل 5000 مشترك في أسرع وقت. يا أخي طولنا على 5000 مشترك، ودنا نوصل 5000 مشترك فأسرع طريقة. خلينا نبدأ بصوت مصطفى العتابي الملقب بهيدز، بعده راح يكون سعود بن خميس، وإن شاء الله راح نقيم أصواتهم بآخر الفيديو ونشوف مين اللي راح يفوز معنا، ونقول بسم الله ويلا نبدأ. ما من خبر من أنا من رد ليل ما عفتك صار هوايا ما شفته. مصطفى العتابي، او خلينا نسميه هيدز عشان الاسم هذا مختصر. هيدز يتحكم بشكل مش طبيعي في الاهات هذه، مثلا لما بيغني موال بيتحكم في الطبقه هذه، هذه يتحكم فيها بشكل مش طبيعي. لا ترحل لا ترحل، ركز على تمك يهز الكون يا راحل خويا مدلل. لا ترحل الله على طال ازاز شقد بكي انا لحد ما غرق دمعات العيون شاني يشل حبهم ما يضلون ما يضلون. مصطفى العتابي، تحية تحية يا مصطفى العتابي. بسم الله ما شاء الله، هو قاعد يتحكم بالصوت بطريقة رهيبة جدا، بس هو قاعد يغني بمستوى واحد، ما بيطلع بالطبقات ولا بينزل، قاعد يغني بمستوى واحد. فأنا ودي لي فيديو يكون يغني بطبقة عالية. قلبي اشتاق لك وبحسرة ناداك طالت غابتك عذبني فارقاك طالت غابتك عذبني فرقاك ارجع خيل نعيش ردود ارجع خيل نعيش ردود باكر باكر راح نسافر حيطان ابقى وكسرة خاطر. هذا اللقطة كان فيه شوية طبقات عالية وشوية طبقات واطية، بس بسم الله ما شاء الله، والله انه صوته حلو. هيدز يغني بصوت بنت، اذا ودكم اسوي عنه حلقة كاملة نقيم صوته وهو قاعد يغني بصوت بنية، وصلوا هذا الفيديو 150 لايك، بسوي عنه حلقة كاملة. 150 لايك ما طلبت شيء كثير. حنين يما يم سوالف دافية شلون انساك يا يما يا روح وياك يا يما
ان كان تريدني انسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك عن قلبي وخسرتك وسنيني من سفرهم هم يجون فارقونا فارقونا يا فارقونا خلص صاحبي يبكي يا حرام. بسم الله ما شاء الله على صوته. ودائما يا اخوان لما نشوف اي شيء قدامنا نقول بسم الله ما شاء الله اللهم صل على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دائما خلي ما شاء الله دائما على راس لسانك. انا دورت كثير عشان الاقي الاصوات هذه بالحجم الحلو هذا تمام، بس كيف لو تشوفوه هو قاعد يغني بصوت بنية والله صوت جدا رايق. سافرين ومن سفرهم يا إلهي روحي ماتت الموت من ياخذ حنيني ذي الحنين ولا نعرف اطرد الوادم قلب طين روحي ترهم للماء روحي ترهم. جزء من المقطع هو كان يغني بطبقة عالية بس بسم الله ما شاء الله وهو قاعد يغني بطبقة عالية صوتي بيصير أحلى والله بيصير أحلى لأنه أول شيء المغني لما بغني بطبقة واطية وبعدين يطلع في الطبقة بيصير صوته جدا حلو جدا سفاح. فالآن إحنا انتهينا من هيدز وراح نخش على العملاق سعود بن خميس. ومين ما يعرف سعود بن خميس ومين ما يعرف صوته، سعود بن خميس اعتبار بك الملايين بصوته، عنده صوت وعنده حنجرة سبحان من خلق هذه الحنجرة الحلوة. الآن إحنا راح نخش على سعود بن خميس ونقيم صوته ونشوف مين اللي راح يفوز معنا ويتأهل معنا على المقطع القادم. هذا الطرب بالعين ذاته راح تستمعون لأحسن أصوات تسمعوها بحياتكم. لا تصرخي. يما الله على كمية الطرب. يما احبابي يما احبابي بعاد 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 يما احبابي بعاد عوف العايم. سعود بن خميس اتوقع انه بحياتي ما سمعت صوت احلى من صوته صراحة. بسم الله ما شاء الله عنده حنجرة ما بدري من وين هو جايبها سبحان الخالق. راح تسمعون طرب بحياتكم ما سمعتوه. يا ويلي يا مام يا مام ويا مداري يا مام يا مام يا مداري يا رغد ودوني. يبكي الناس اللي طلعوا معها يبكيهم. واكسبنا للشيب الشيب واحنا صبغنا الشيب واحنا بثلاثين بثلاثين. يا يما يا يما يا يما نسبة. الله على صوته الله. ثقيل علي وقوة كون
يمي يا يمي يا يمي يا يمي يا يمي. سعود لما انه بغني عنده بحق صوته هنا بسم الله ما شاء الله، ما ادري من وين هو جايبها، عنده تحكم اكثر شيء لما بيطلع بصوته، يعني عنده تحكم بكامل صوته، ما عنده حبل او طار بصوته كذا غير هو بيتحكم فيه، صوته نقي واحيانا بيكون مبحوح، يعني يغني لك بجميع الالوان. واحسن لون عنده في الغناء هو صراحه اللون العراقي اللي هو بيبدع فيه، وخاصه المواويل قاعد يبدع فيها بطريقه بسم الله ما شاء الله. اخ يا قلبي عذبنا الابعاد، نار القلب زاد، لو تلحق علينا لو نصبح رماد، مشتاق لنفسك ولطيبة احساسك، حاول نسيانك شو نسوي ما فاك. شوف يا اخوان انا ما بحب اقطع عليكم الصوت وانتم قاعدين تسمعوه، بحب اخلي التعليق لاخر الصوت لما يخلص يغني ويخلص بعدين انا اخش بالتعليق، عشان ما احب اقاطعكم وانتم تسمعون الصوت. فبسم الله ما شاء الله عليه، وهو عنده كمية حبس نفس جدا طويلة، يعني ادري ان الصوت هذا ما له دخل بالمقطع بس حبيت اني اضيف هذا الصوت، واعطوني رايكم بهذا الانسان اللي قاعد يغني لانه صراحة صوته عجبني جدا جدا. اسمع الصوت هذا وبعدين نرجع لصوت سعود بن خميس. سرعوا الفرحان عيوني، صوتك بقلبي يا غالي، دقت قلبك في بالي، لمست ايدك بحساسي، هذا الانسان جدا عجبني صوته وقلت لازم احطه معي في المقطع عشان اسال على اسمه واعرف مين هذا. فاذا واحد منكم يعرف اسم قناه هذا البن ادم على التيك توك او اليوتيوب او اي مكان قول لي على اسمها، عشان انا ودي اروح انزل مقاطع واسوي عنه حلقه كامله لانه صوته بسم الله ما شاء الله جدا حلو. فاي احد منكم يعرف اسمه يكتب لي في التعليقات. والله ان صوته جدا طرب يا اخي، كلمه طرب قليله على صوته، جمال صوته بس يتكلم عن صوته، فهمت؟ يعني انا مهما تكلمت عن جمال صوته ما راح اوفيه. باوع لي يا اخي باوع لصوته. شو هاد تغني يا طير الدوح وش مالك تون، يا حمام الدوحه وش مالك تون، روح يا حمام الدوح وش مالك تون، الدبل انت ربع اللي ونونيت، مو بس انت اللي يمر بيك الحزن، انا حزني من الصغر ربيت. يسعد قلبك يا حمام الدوح، مو بس اسمع هذه، بس انت اللي يمر بك الحزن، انا حزني من الصغر ربيت. يا اخوان احسن شيء في صوت سعود بن خميس لما بغني الطبقة عالية
بعدين يسكت ومن يرجع بالطبقة العالية ثاني. يعني شيء جدا يحتاج مهارة ويحتاج فنان تدريب. أكثر المغنيين اللي احنا قاعدين نشوفهم كلهم هذول تدربوا تحت إيد مدربين، أما هذا سبحان الله طلع بموهبة ويعرف يغني على مود الأغنية منه فيه، يعني ما حد علمه ما حد دربه، بسم الله ما شاء الله موهبة عند ربنا كذا ينزل بموهبة سبحان الله. والآن وصلنا إلى المرحلة الصعبة، مرحلة التقييم، علشان نشوف مين منهم راح يكون معنا في الفيديو القادم. وإن شاء الله السلسلة هذه راح تعجبكم، اسمها السلسلة تحدي العمالقة، وإن شاء الله راح تنال على إعجابكم بإذن الله. صراحة صوت مصطفى العتابي اللي هو ملقب بهيدز صوته جدا 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 حلو والله، وصوته جدا عجبني، خاصة لما يغني بصوت بنت كذا صوته تحس إنه بنت من جد. فصراحة أعطي مصطفى العتابي الملقب بهيدز أعطيه 8/10، لأنه صراحة النقطة الوحيدة اللي أنا ما حبيت في صوته إنه ما يعرف يغني وهو في الطبقة العالية، يعرف يغني في الطبقة المتوسطة بس ما يقدر يعلي صوته. وبالنسبة لسعود بن خميس الصراحة صوته جدا حلو تمام، وسعود خميس اللي ميزه إنه قادر يتحكم بالطبقات كلها، يجيب لك الطبقة الواطية، الطبقة العالية، الطبقة المتوسطة، ما خلى طبقة إلا هو جاد إنه يغنيها ويعرف يغنيها بكل أتقان. فأنا الصراحة أعطي سعود بن خميس 9.5/10، وحسهم انهم يستاهلوا. اذا انت حسيت ان تقييمي مش مزبوط او انك زعلت من تقييمي تمام، تقدر تعلق في التعليقات وتقول التقييم اللي انت ودك اياه، وانا راح ارد عليك بكل تفهم، او اني راح انزل لكم منشور على المنتدى وانتم راح تقيموا مصطفى العتابي او هيدز، راح انزل لكم هذا المنشور بعد ما ينزل هذا الفيديو مباشرة. وان شاء الله السلسلة اللي انا بديت فيها جديدة هذه راح تعجبكم وراح تنبسطون منها. واذا انت وصل هذه اللحظة من الفيديو وما حطيت لايك يا اخي، ايش عليك يا اخي ما تحط لايك يا بني ادم، ايش عليك ما تحط لايك يا اخي، حط لايك وحط اشتراك علشان نوصل 5000 مشترك، راح يكون اول انجاز نوصله في هذه القناة ان نوصل القناة 5000 مشترك وانتم قدها وقدود. والان اللي فاز معنا هو سعود بن خميس 9.5/10 تمام، يعني هو اللي راح يكون معنا في الحلقة القادمة، راح يكون سعود بن خميس وشخص ثاني انا راح ادوره وضعهم مقارنهم مع بعض ونشوف مين يفوز، سعود بن خميس او الشخص الاخر اللي راح يكون معه، بس هذا كله راح نعرفه في الحلقة القادمة. حط اشتراك عشان تشوف الحلقة القادمة، وان شاء الله اشوفكم في مقطع جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم.